واش عرفتي شكون هو أذكى شعب في العالم؟ وشكون هو أشهر شعب في العالم وأكرم شعب وأطيب شعب؟ هو المغرب. آه هو المغرب. شلل بيها فمك، وفين ما احتاجتيه غادي تلقاه في جنبك بالتضامن وبالأخلاق. Hello, can you guess the country? Morocco. Thank you. وكتحطو على الجرح كبرى. آه سيدي كتحطو على الجرح كبرى وحير بزاف ديال العلماء وحير العالم بالتعامل ديالو. عندك جوج أسباب ديال هاد الشي كامل. هو المغاربة ما عندهمش العنصرية، وهو المغاربة كيعشقوا هاد البلاد هادي. المغاربة ما كتأثرش فيهم الظروف والقساوة ديالها. المغاربة رجال من السلطة الفنانة والمشاهير وولاد الشعب، في أي حومة في أي مدينة، من طنجة حتى القويرة. هاد الشي علاش كنفتخر باللي أنا مغربي وبلادي هي المغرب. حتى انت ولا انتي خصك تفتخروا بالبلاد ديالكم، لانها احسن بلاد في العالم واحسن شعب واذكى شعب والطف شعب هما المغاربه. وهذا الشيء هذا بشهاده الجميع.